الموسم جيرة فؤاد المكنة بصالح أبو أيمن، تاريخ الميلاد 1981، المستوى الدراسي الثانية ثانوي شعبة علوم الطبيعة والحياة. أنتمي إلى عائلة تتكون من 7 أفراد. التحقت بالجماعة المسلحة في 6 جانفي 2002. هو فكرة الالتحاق بالجبل كان شغلة عبارة عن كما يقولوا اندفاع حماسي، كان بسبب فتاوى بعض العلماء. بعد الفترة هذه اللي مرت تبان لي باللي كانت فتاوى ضالة. اتصلوا بي عن طريق إنسان آخر تعرفت عليه في السجن، هو كان عنده اتصال بالجماعة المسلحة، هو اللي وصلني ليه. التحقت باش بالجبل، نقول له العنصر، احنا الجبل تاع العنصر، ولاية جيجل. ألقي علي القبض عندما كنت في جولة مع الأطفال. ألقاو علي القبض عناصر الجيش الوطني الشعبي. المعاملة على كل حال كانت حسنة، أنهم ألقاو علينا القبض، إلا أنهم عاملونا معاملة مليحة، قدموا لنا مساعدات هكذا طبية وجسمانية، قال مدوا لنا شوية دواء هكذا شربنا، مدوا للأطفال، مدوا لهم الحلويات. الظروف المعيشية في الجبل كانت قاسية، تسمى من ناحية الغذاء أو العلاج، تسمى الماكلة ناقصة بزاف ويتعبوا الدراري الصغار، ما يلقاوش واش ياكلوا وما يلقاوش باه يداويو كي يمرضوا. ترس الشتاء نفس الشيء، ما يلقاوش النعال باه يلبسوها في الماء، وما عندهمش القش باه يلبسوا ثاني البرد. النار كي تشعل في الغابة التأثير تاعها يلحق، حتى ما تكونش قريبة لك يلحق ليك، تقول لي الحرارة مرتفعة بزاف، الدخان ومعاناة. أمراض اللي ظاهرة بزاف هي أمراض الأسنان والفم والمعدة. تزوجت بالسيدة نادية فيلالي، مكنات بيسرى، وهي أرملة عيسي محمد، ومن بعده طالبي سامير، ومن بعد ديسان. الأولاد هذو فاطمة وسمية والشيمة وصالح، هم أولاد عيسي محمد، وعمران هو ابن سامير طالبي. كانت وصلنا باللي أي واحد يسلم نفسه وينتهي العام اللي فيه باللي رايح يشغل كما نقولوا احنا شغل، راح يرجع الحياة تاعو الطبيعية وما يدخلش في مشاكل. والأمراء والمسؤولين كانوا يخوفوا من المصالحة هذه، يقولك باللي يقدروا يخدعوكم، باللي يشغل يمنيوكم بركم بعد يطيشوكم، ومن بعد يقدروا يخدعوكم يدخلوكم الحبس. كيما عندما كنت في الجبل وكنت على الضلال تاعي، شاركت في بعض العمليات ضد قوات الأمن والجيش، والإنسان ندم عليها. هذا الأثر هو عبارة عن جرح تجرحت إثر مداهمة قوات الجيش لمخبأ. الأول اللي مازالوا في الجبال كلهم ماذا بيا ينتهوا عن العمل اللي راهم يديروا فيه، يعاودوا يلتحقوا بالمجتمع ويندمجوا فيه ويرجعوا للوالديهم والعائلة تاعهم. وكما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. باه نزيد نوضح مليح، يعني أنا تلقيت معاملة حسنة من طرف قوات الجيش بالرغم من أني مقبوض عليه. أنا الأخص نادية فيلالي، ممكن ناس يسرى الدواء ثاني بعد مرات ما كاش. الاولاد كي مرضوا نديرهم بالاعشاب والعسل ثاني كسعد كاينه، ولادي كي نشوفهم في هكذاك عايشين اسم عايشين هكذاك في الخوف البرد الماكله ناقصه. اسمي فاطمه الكنية أمر الفضل، انا ولدت في الجبل انا وخوتي كامل. المعيشه في الجبل صعيبه مليحاش، كنا نبردو كنا ما نشبعوش.
أنا اسمي سمية، في عمري 11 سنة، ونحب نتعلم القراءة، ونحبش نرجع للجبل. مشيت الجبل صعيبة، فيها الخوف، فيها الجوع، والماكلة مكانش بزاف. يا صديقتي رقية، انت راك في الجبل، روح تعيش معنا المعيشة ما يمليها. أنا اسمي شيماء، عمري 9، حابة ندخل مدرسة، حابة خلاص نرجع للجبل. لا الجبل فيه الخوف والجوع والبرد، شتا الثلج كاين والبرد، احنا ما عندناش الحوايج اللي نلبسو. اسمي صالح أبو الفتح، في عمري خمسة، لبتني الحال هنا 12.